Good morning, children. How are you, habibi Saftale? كيف حالكم? Hoping you are fine. What's today? Today is Sunday. What's today? Today is Sunday. What's the date? The date is 18th of October 2020. أنا اليوم unit 2 lesson grammar. إيش يعني grammar؟ يعني قواعد. درسنا اليوم بالقواعد عن present simple. إيش يعني present simple؟ يعني المضارع البسيط. المضارع البسيط لمين؟ للفيرب. إحنا أخذنا إنه في نعم هي الأسماء. اليوم درسنا عن الفيرب، الفعل، الفعل الذي يحدث. إيش معنى الفعل؟ A present tense تعريفه. Verb tells هو فعل يخبرنا. About عن action. Action إيش يعني action؟ يعني إيش صار معنا. That happens حصل now الآن. Okay؟ مثال I look. هلا I إحنا أخذناها إنها subject صح؟ subject يعني فاعل. Look اللي هي هاي اسمها verb. إيش اسمها؟ verb يعني فعل. وهذا الفعل مضارع. I look. I look. هيني عم بنظر. Look. Look. ينظر. I nap. I nap. Nap يعني أقفو. Nap يعني أقفو أو غفو. ماشي. I nap. الـ I أخذت nap والـ I أخذت look. لاحظوا الفيرب ما بتيجي أشي. هذا الفيرب هون look الفعل. هذا فعل مضارع. والـ I هي السبجكت هي الفاعل. لازم يتناسب الفاعل مع الفعل. كيف يعني يتناسب؟ هلا بأكد لكم اياها في الجمله الثالثه اللي هون. هلا الجمله الثانيه يو. يو يعني انت. ايش يعني يو؟ انت. لوك انت تنظر. يو لوك انت تنظر. ما صار فيها شيء. يو واي يعني انا. يو نعم انت تغفو. نفس الشيء انت تغفو. لاحظين انا استخدمت بس verb now والverb look عشان اميز لكم بين السبجكت لما يكون مفرد والسبجكت لما يكون جمع. طلعوا لي على هاي الجمله. He looks. He يعني هو. هلا هو اللي هو السبجكت اللي هو اصلا ضمير مضبوط. لا مش هي ضمير. ضمير ايش؟ pronoun ضمير جمع مضبوط. اخذ معاه الاس صار عندنا looks. شو صار معنا؟ looks. ليش حطينا الاس؟ مين يقول ليش حطينا الاس؟ very good. لانها ايش؟ مفرد. اخذنا الضمير المفرد اللي هو البروناون تبع المفرد وين حطيناه؟ على الاس. هون عندنا ضمير ضمير مفرد. حكينا ضمير جمع هي ضمير مفرد. هذا ضمير الجمع الـ I will you. ضمير جمع. ايش يعني ضمير جمع؟ نرجع هون للوح. plural وسنجلر. الجمع هلا عندنا الضمائر هاي اللي هي they هم I انا we نحن يو انت. هاي بنسميها ضمائر الجمع plural plural. هلا singular اللي هي المفرد اللي هي ايش؟ اللي هي الشيء هي هي هو ات للجماد والحيوان ما بنستخدمها للانسان يعني زي القطه مثل كات التيبل بنقول ات ما بنقول هي او شيء or the cat ما بنقول هي او شيء بنقول it. نرجع هون للافعال. الشيء من اي ضمائر؟ السنجولر. معناته الشيء شو بتاخذ معانا؟ بتاخذ الاس. ايش بتاخذ؟ الاس اللي هي لا المفرد تدل على انه هذا الفعل فعل مضارع. الاس لازم تيجي مع الهي او الشيء والات. لازم نحط للفيرب اس. نرجع للوي. هيها الوي. الوي اخذت مع اللوك اخذت معها شيء هون فيه اس هون ما فيه اس. ليش؟ لانها من ضمائر الجمع. ضمائر الجمع الاس
لكم هيك شطر. هون الفيرب with us. اوكي؟ وصلت الفكرة؟ نشوف الجملة الثانية. They برضو ايش؟ جمع ولا مفرد؟ جمع. برونام طبعا. ضم ناقض. أو فاعل. يعني هم. Look حطينا لها اس؟ لا ما حطينا لها اس، ليش؟ لأنها مش من الضمائر المفردة. مفهوم؟ نيجي لنا. وصلنا عندنا هون. The boy. الولد. الولد. Naps. ايش طلعت عندنا هون؟ فيه اس. The girl فيها اس. ليش حطينا الاس؟ لانهم مفرد. لانهم ايش؟ مفرد. جينا للوي حطينا لها اس هون. حطينا للذينا ولا حطينا الذي والبي؟ لا. فهون ضمائر الجمع لا نضع مع الفار اس. وصلت الفكره حبايبي؟ We added s or es to the most present tense. Verb. ايش معنات هاي الجملة؟ يعني الفيرب عنا مثل look. لما يكون هون عنا الضمير مفرد او subject او pronoun مثل ما بنحكي، هون بكون فيه s. في بعض الكلمات بالافعال نهايتها بتكون، اذا بتتذكروا النونز لما اعطيتكم التي تنتهي end with الدبل اس سي اتش اس اتش اكس اور او، هدول ما بصير نضيف لهم الاس لحالها، غلط، لازم نحط لها اي اس. اي ايش نضيف لها؟ اي اوكي الاس الدبل اس سي اتش واس اتش واكس واو، ما بصير نحط لهم اس مفرده، لازم اي اس. مثال بسيط جدا على السريع مثل جو. الجو بصير نحطها هيك جوز؟ ما بتصير، لازم نعملها هيك. هاي مثال على ما وصلت الفكره حبايبي. Thank you, your teacher Nida. Hoping you will study this kind of grammar about present simple. Goodbye.